ولا عيت هذه يمي دوبك الشمع وانا ضويت هذه يمي تعبت سهرات باش نرتاح سبب فرحي سبب النجاح سعدي وفرحي بيه غتشوفوا غتعرفني علاش شيطان ظلموني بزاف ما كتسمعش بلي كيغوتو بزاف كان غادي حارق باش يدير ليهم مستقبل على هاد الناس اللي حقروني خلينا هاد الساعه نخرج شويه قدام البحر حكموا عليك بالافراغ ب 60000 نيت واش باغي تحلموا عليا الله يلا طيح علينا باطل حتى واحد اللي غادي يجي ويقول ما عداش باش تغدى انت ما بغيتي واش نكافى ولا غدا تشقاي تمشي نخدم بحوايجي حتى يعطوني 100 درهم بارك الله بغيتو يتابعو حسبي الله ونعم ولي عنده الله ما يخافش عنده كلشي الحمد لله ونعم بكم تخبي الدمعة وما تقول عييت هادي هي امي دوبكي الشمعة وانا ضويت لالا سعاد قرية رمز ديال المرأة المكافحة المرأة المناضلة رغم المعاناة احنا كنعتبروك امرأة ناجحة استطعتي انك تفرضي وجودك في مدينة الجديدة من خلال الصناعة التقليدية وايضا نجحتي كأم لوليدات الحمد لله هما بالدبلومات ديالهم وزوج ولكن القمرة اللي ما حساتوش بالإعاقة ديالو وبقى تدعمني وسند لي سعاد مكافحة في كل شيء في وليداتها في المنزل ديالها في كل شيء سعاد ذكرية شعبية وفقيرة وانا من الاول وانا عزيز عليا الخياطة عزيز عليا الطرس عزيز عليا كل شيء ومني خرجت وليت نقف شعبي دكالي على قد المستوى ديال الحضور ديالي اليوم غادي نتعرفوا على امرأة مكافحة نفسها عزيزة ورأسها ديما مرفوع سعاد الجديدية الحبيبة أمي الناس اللي كيعرفوها كيشوفوها ديما فرحانة مطمئنة وسعيدة بين ولادها وجيرانها وأصدقائها بسبب الفقر عانت كتير وتظلمت بزاف اليوم انا كنت فرحانه معاكم وجاري تليفون بالافراغ ديال الدار لان 18 عام وانا ساكنه فيها وهذوك الناس اللي شراوها ما بغاونيش نبقى ساكنه فيها
لهذه الساعه كنت فرحان معاكم وكل شيء، كان املي الوحيد يخدم ولدي باش يعاون لي شويه، ولكن الظروف ما ساعدتش. وعيطوا لي اليوم قالوا لي بين ما جا الافراغ باش نخوي الدار اللي انا فيها، ورغم ذلك انا مخلصه كرايه مخلصه واجباتي كامله الحمد لله. مرحبا مرحبا. هاي 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 هاي، ما بقاتش غير السكنه ولا دايره ليا محل ديال تنقافت هنايا. لا هي الماتيريال ما لقيتش فين نحطو وجبتو هنا على الدار عندي. شوفي الا بانت لك شي تكشيطه عجبتك خديها. ما عندي ما ندير بالشراوط، الشراوط معمرين المريوم. جلسي جلسي نشربو اتاي. جلسي جلسي. جايه نهضر في المعقول. نشربو اتاي ونحن. سمعي سمعي نقول لك، هاد الدار خليها لك باك ولا خليها لك جدك ولا ياك ما انتي وحده منا وانا ما عارفاش. كون بوغ جدي خلاو لي داكشي اللي كان عندهم كاع ما تشوفي وجهي وكاع ما تجي وحده بحالك تعذبني وتعذب ليا وليداتي وانا صابره. صابره؟ شكون قال لك تصبري؟ ما تصبريش. سمعي نقول لك، هاد الدار غنسكن فيها انا وولادي. ياك لالا كذبتي وانت يا اختي كذبتك. هادي الخربه اللي كتقولي عليها دار انتي محتاجه ليها؟ جاوبيني غير قدام الله واش انتي محتاجه ليها. تنفكر فين غنمشي، فين غنسكن دابا. دابا اللي غنمشي عندو تتبغي راه انا حتى شهر من شي شهر هي كورونا وتنخلصها. انا مخلصه عام عام ديال الكرا دابا. ياك انتي تبارك الله بخيرك وبخميرك وبدارك بجليجها وفايونسها ورخامها وجايه طامعه في هاد الخريبه بغيتي تخرجيني منها. ستراني انا وليداتي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا فعل الله ونبي رسول الله، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. سمعين نقول لك، وبالحلوف باش كيحلفوا العيالات القادات والله فيها لا بقيتي. يلا اجري طوال كوريني راه ما عندك. عارفك بلا ما تحلفي عليا، عارفك قدك دودك وعارفك تفك سخان وجيبك عامر، ولكن انا غادي نقول لك كلمه واحده، كي عندي الله تعالى ما غاديش يتخلى عليا. الله وقف معنا كاملين. سمعتي جري طوالك بيناتنا المحكمه. يلا وريني ما عندك. خذوا الدار قالوا عامره دغيا غنلوحوها، ما عندهاش شي ولاد شمكاره ولا شي حد اللي صوفاجي اللي غيخافوا منه ولا حقروني بزاف. وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من كرفصني وعذبني ومحني، حيت عمرني ما شفت الكوميساريه تمشيت ليها، عمرني مشيت للمحكمه تمشيت ليها. من النهار اللي جوجوني دارنا من العدود صافي. بزاف الحوايج كرفصوني هاد، ما تسمحش لي متنعظمها. مال هادي تاني رضوان شتا جاية كتهز في يديها، مالهاش بغات؟ ما عرفت والله ما عرفت، هضرتها ما فهمت منها حتى حاجة. المهم الكلمة الأخرى قالت لك بغاتنا نخويو الدار. ها؟ ما خلصتهاش في الشهر؟ انت بالعكس عطيتها شهرين وهذا الثالث. شهرين ليك ما خاصينها الفلوس. كاش من الفلوس السيده قالت لك خاصها فين تسكن. فين تسكن؟ ناري يا رضوان انا اللي درتها، سمح لي يا رضوان. السيده جات لقات الدار تلقات وتولات وتصاوبات وهاد الظلم تطعاتي العين وعجبتها الدار. قدميت فيها تيجيو الناس يحنوا فيا فيها، عارفيني فيها بنتي جبتها تربيه تم كبرت تم، ولادي كبروا تم عرفوني الناس تم، بزاف الحوايج درتهم تم. انا السبب. يا داش من سبب الله يهديك. انا هاد السيده ما عجبتنيش هضرتها. قول لي
ما يكونوش خاصينها الفلوس. باينه باينه الا خويا جبر راه تيدير هاد المشاكل. ليك فراسك غيدير اسبوع ومحتاجه الفلوس. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كيبان لي انا. علم لله. المهم شوف انا دابا راني خارجه خدامه في واحد العرس، ان شاء الله داكشي اللي جبت غادي نزيدوه ونعطيوها الشهر الثالث. لا انت بالسلامه، شحال غيعطيو كاع هاد المره؟ اللي جاب الله حمد الله وشكرا، اللي جاب الله نبقاو غير في دويرتنا ومجموعين مع وليداتنا. صافي هادشي اللي بغيت. ما بيني وبينها والو، شرات الدار قالت لي تخرجي وما جاش عندي حبي. انا هي بنتها كانت والده وانا مشيت عندها نزررها، ومني خرجت تلقاو لي ناس قال لي علاش دخلتي تزريها وهي داعياك في المحكمه. قلت لهم ما كاينش هذا الشيء، حتى انا يلا خلصت وعطيت عطاتني التوصيل. ما يمكنش هذا الشيء يكذو. وفعلا ذاك النهار كنت عندها والغد جاء عندي العون القضائي وقال لي يا لالا هادو فلوسك وحلفات ما تبقايش في هاد الدار حيت خلصاتني بهم. قلت لي ربي كبير، ربي كبير. ايوا ستينا في اللي كنتي كتسناي، ها هو جا. اشنو قضيتي؟ ما قضيت به والو، ولكن انا مع المخزن تنشوف اش داروا معانا. حرام عليك اخالتي، حرام عليك تبهدلينا هاد التبهديله كامله. وانتم مبهدلين من بكري زياده وخلق، انتم مبهدلين عاد غنجي نبهدلكم انا. ياك ساكني في فيلا ولا في رياض؟ كتعرفي الرياضات كتعرفي الفيلات، فايته منقفه فيهم امك ولا فايته مصغرتها فيهم؟ ياك تواجهتكم ما الا نقفتوا في السطوحه ولا في النوايل، جهدكم اتجاه ديال الجالوق. شوف اخالتي راه جيتينا بحال الواليد. اما راه ضرباتني بنتك ضربات. الله يا لالا كضربيني تنت يا لالا. الله يا لالا واش باغي تحلو عليا؟ الله يا لالا طيحي علينا باطل. الخدمه داكشي قليل حيت انا ماشي شي كافه، انا على قد حالي، انا ديال الدراوش، انا ديال الدراوش. تيجي شي واحد يقول لي هادي نقول لي يلاه بسم الله ونمشي معاه. صافي بقاو محامي قال لي ما تخافيش، يعني انت عندك امل كبير باش تبقاي ساكنه. بقيت اليوم وكغدا كوك تجاو قالوا لي راه تحكمات لي بالافراغ. مشيت عند محامي قلت لي علاش هما عندهم ديون ما داروا لي حتى الساكن وهما عندهم ساكنين ومسكنه نسيبها وبنتها. انا ما عنديش، ما عندي على الله، ما عندي حتى شي واحد اللي غادي يعاونني في شي حاجه اللي غنقول انا غنخرج. سكتي بنيتي الله يرضي عليك. صافي صافي داكشي اللي قال لنا المحامي ديالنا غنديروه. صافي فلوس المحامي كاينين بانو، وباش انا تخوي وليا محالي لا. ايوا سمعي نقول لك، شتي انا يدي ما غاديش نحطها في جيبي، في المحامي وفي القاضي وفي حتى العدول، سمعتي؟ وتا داك الحكم النهائي انا اللي غنجيبو لك حتى لعندك، فيا حتى العون. صافي اصلا ما عطاتنيش وقت، هي ما عطاتنيش شي حاجه اللي اللي اللي, اللي ورغم ذلك هي ملي شافتني وشافت راجلي قالت دغيا غنخرجها، دغيا غنخرج هاد السيده من هاد الدار. انا ديك الدار جبت بنتي قلت لك انا طربيه فيها، انا درت فيها شحال من حاجه وحاجه. انا النهار اللي دخلت هذيك الدار كانت عاديه، انا صلحتها بحال تنصلح داري، انا بحال تنصلح داري، صلحت فيها بزاف د الحوايج ولو هي راه على قد الحال، وانا صلحتها بزاف د الحوايج باش نبقى فيها. ولي ولي رضوى هدايا هدايا ما تزيدش سواء جلسي جلسي. كيفاش طبقي السيناف؟ ولي رضوان كيفاش يخرجونا من دارنا؟ راه ما يمكنش. غير بشويه تهدنا، غندفع شهاده طبيه وغيشوفوا حالتي، غنشرح لهم انني خدام غير مره مره سيزوني، وغنعاود نشرح لهم انني بطل عالمي في التنس، وولادي راه ما عندي فين نسكنهم. الا قلتي لهم هذا الشيء غادي يخليونا في دارنا. غيقدروا هذا الشيء، البلاد راه فيها القانون، غياخذوا لنا حقنا. وانا غنشوف محامي، محامي نيت وقف عند حده. وانت غادي دير هذا الشيء يا ودي من غدا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. انت اسمع اسمع شوف اش دايره يا ربي تاخذ الحق يا ربي. صافي 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 تهدي، غنبقاو في دارنا غادي نبقاو. يا ربي يا ربي يا ربي تشوف من حالنا يا ربي.
يمكنش يمكنش. انت غادي تمشي غدا؟ غدا غادي نصبح عنده غدا سير. ودي داكشي كله اللي قلتي لي؟ اي كله. شهادة طبية راه عندي. زيد شهادة طبية اخرى. راجلي معايا ولو رغم الظروف اللي احنا عايشين فيها عنده يد واحده زيد هكاك ماشي. وتيغامر وتيخدم تيمشي للمرسى تي اي حاجه ما تيعافاش تيخدم بهذيك اليد تيخدم بها كل شيء. تيمشي يخدم في المرسى يخدم في اي حاجه. اي واحد قال لي شي حاجه ما يقولش لا. اول حاجه كنتمنى باغي ندير لي مسكينه. هادي اللي بغيت في حياتي انا يعني. فبغيت شي حاجه من هاد الدنيا هي سكينه. هي اللي بغيتها انا. وكنت كنلعب تينيس كنت بطل المغرب في التينيس. في التينيس كنت كنشارك في الشامبيون دي ماروك في 90 92 91 حتى 95. كان سي مجيد هو ال كان مجيد رئيس الجامعة. مجيد مشيت عنده واستقبلني مسكين الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه. هذاك واحد الانسان الله يعمره دار هذاك السيد مشى فيه حتى واحد والله. وكنت كنلعب مع انسان صحيح بيدي بهذا كنت كنشارك له لو تورنوات كنت كنديهم في كازا في الرباط في طنجه كلشي كيعرفني دابا ودار معايا والو. قلت لما بنادم انسان صحيح نشدو في التيران ما نقولش كاش كنت كندير رغم هو كانسان كيشوفني نقص انا عندي عادي حيت علاش عندي يد وحده زاديت بها خلقيت بها هكا. تعلمت شويه بشويه وبديت كنشارك. الحبيبة أمي سعاد جديدية كانت فرحانة بين عائلتها. زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة كان بطل في رياضات التنس وحاصل على ألقاب عالمية. الحبيبة أمي سعاد كانت قانعة بحياتها قانعة مع وليداتها كاريا دويرتها وعيشة باللي جاب الله حتى النهار اللي صحاب الملك طلبوها تخوي الدار اللي ساترها وحاميها هي وليدتها. ما عندناش اللي 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 غادي يدفعوا له القدام لا هو ولا انا. يعني احنا راضيين على بعضياتنا هو حنين فيا وحنين في ولاده لدرجه ما تصورش. بات في الليل في المرسى وداكشي اللي جابو تنصيروه حنا الغد. رضوان بغيت نهضر معاك. الدراري خاصهم باش يكونوا مع ريوسهم. الولد خاصو باش يمشي دو السطاج خاصو باش يكري خاصو باش ياكل ويشرب. البنت خاصينها الحوايج خاصها باش تقرا خاصها باش تبان قدام صحاباتها. خاص 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 اش بنت لك ناقصه انا دابا سعاد؟ يلا قولي شنو بغيتي ندير وبقى ليا راسي نبيها وكل شيء على عينك. الجفرانك اللي كندخل من المرسى يا غنخلصوا الكرة يا غناكلوا ونشربوا بها يا غنخلص المحامي يا غنخلصوا الماء والضو الغالب الله. والدراري اش وكلهم؟ رضوان راه ولادنا ما مرتاحينش ما بغيتش نعذب معايا وليداتي. رضوان خاصهم يكونوا بحال كاع الناس خاصهم دارهم خاصهم استقرارهم خاصهم حياتهم خاصهم كل شيء. رضوان متفق معاك ما قلتش لا ولكن زيدوا صبروا عليا شويه. صبروا عليا انا نصبر عليك والدراري اش نقول لهم؟ صبروا ما تقراوش صبروا ما تدوزوش العطله اش نقول لهم؟ اش نقول لولدي صبر ما تدوز ستاج ضيع مستقبلك صبر صبر صبر. سعاد هادشي راه كيزيد يمرضني راه قربت نحماق. خلينا هاد الساعه نخرج شويه قدام البحر الله نلقى شي حل. يا سعاد تكيسي عليا شويه صبري معايا راه غنطرطق. هاي مشات في الصبر. صافي ما بقاش صبر قال غنحرق ونمشي نخدم برا. هذا الراجل عندي وتقلبات بهم الفلوكه
انا ذاك الاسبوع اللي خلاني فيه تنقول كون عبقى مسخ لي كتافي بدي مشى عندي جنازه في الدار وهما دايرين اللعابات الفوق عندي تسجيلات عندي كل شيء تنقول الله يا ربي عاير الشعوق حيت مني مشى ندمت بزاف حيت ما قلت شاد لي واحد الباب بركة واش غتبقي هكذا صافي حنا بجنبك انا عارف بلي دابا عاد ندمتي حيت انت اللي بقيتي عليه خاصنا 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 حتى مشى هاي يا وليدي شتي كون عولتي علينا وخرجنا خدمنا ما يمشيش ربي ما يمشيش انا يا وليدي انا سبابو انا اللي تزوجتو من بلادو علاش ربي انا يا وليدي بقيت عليه خاص مشى مشى راجلي مسكين صبري امي صبري غادي يرجع غادي يرجع يا وليدي يرجع صافي امي صبري واش تبقاي ديما تبكي غيرجع في كفنو ولا غيلقاو باش يكفنو وفين هو امي واش فين ما غنجا نلقاك كتبكي صافي بارك شارك بارك بقيتو يتابعو بزاف كان غادي حارق وحرق راجلي باش يدير ليهم مستقبل على هاد الناس اللي حقروني وراهم عارفين كلهم هادشي ومشى حارق ودارت بيهم الفلوكه بغا يمشي يحرق برا باش يدير لي مساكن وباش ما نبقاش انا نتكرفس في الليل انا انا في دراعك بجوج يمنية واليسرية اي حاجه ما غنديرها على قبل اختي ولا قبلك انا معاك امي كوني هاني لا رجل الله لا رجل الله كيعجبنيش الحال نشوفك امي كتبكي بارك عليك يومين وانتي كتبكي ان شاء الله غادي يرجع الساعه اللي عيط لي في التليفون الراجل عدي وقال لي انا باقي حي قلت لي الحمد لله وشكرا لله فينك قال لي انا في طنجه بقينا نغامروا تخرجنا تخرجوا من الماء جا لحمه كله مطقم حيت هذيك السيمانه اللي كان في الماء كنت عدب فيها وليت ندم راسي وتنقول من ما خاصنيش بقى نقول لي شنو خاص حتى هذيك شنو خاص هو في هذيك الحاله من اللي غيجيب ليا داكشي اللي عندي هو وليت تنقول يا ربي غيبقى حي ونهار اللي رجع قلت انا عندي عيد من يبقى حي ورجع عندي عيد حيت مخلتنا بزاف صافي وصلت للدار شويه نعيط لك يلا بسلامه خالتي مرحبا بك جابك الله لقيتينا غاديين واحد العراسيه شهوه منا تمشي معانا ندير لك المكياج نصوب لك شعرك مكياجك البيري ما يخلي عندك شكون خالتي الو شعيب شوف بلا ما تجيب الكميه ما عندهم شي حوايج عندهم شي قفيطنات وشي ميعنات هكا الهوندا الصغيره يلا الله يعطيك الستر ما تعطلش ها باش نبدل القفل اليوم غنسالي هادشي اليوم يلا واخا يلا الله يعاون اش من قفل غتبدلي واش من هوندا واش من كاميو ومع من تشاورتي عاودي مع من تشاورتي داخله كيفاش مع من تشاورتي زوينه عندك على اللادي فعشنا وين تشنا داري ندخل وقت ما بغيت ونخرج وقت ما بغيت وندير فيها اللي بغيت اسمعي اسمعي يجي بعد الراجل ونتفاهموا حنا وياك صبريتي يجي الراجل صبريتي يمشي الراجل ها الراجل جاي ها الراجل مشى الراجل انسايه مشى اتهنى منك وتهنى من صداعك كلاه الحوت حشومه عليك حشومه عليك على الشيطان راه عنده وليدات وحشومه عليك راتي ما كاين شي شيطان قد البشر خرجوا عليا واعطيوني باتساع 4 سنين باش هاد الناس دعوني
هاد الناس ما جاوش عندي وقالوا لي راه حنا بغينا هاد المحل، وهما مسك عليهم الله وعندهم ديور ما غير هاد الدار اللي انا فيها. وفاجئوني صدموني، انا مشيت عندهم بنيه وهما جاوا عندي بنيه خايبه. هما كانوا تيهدوني بشي حوايج خايبين، وغلبت على داك الشيء وقلت انايا اللي بغى طرطره نبقى هنايا نخلص واجباتي ونبقى جالس. واش عاوتاني يا خالتي عاوتاني؟ غير صبري غيجي الوالد وفلوسك كامله غتاخديها. وزيدون ياك نخلصك كل شهر شنو بغيتي؟ ابغيتك سيدي تخرجوا فحالكم واعطيوني باتساع، ابغيت داري وبركه ما تبقى تزمر عليا انت يا تما. شوفي خالتي الله يرحم لك الوالدين، فوتي غير هاد الساعه هادي، حنا دابا خدامين. يلا امي طلقي راسك. سير اوليدي قول لهم ما جايه. ونسيتي بلي راه عطينا العربون. العربون كيتعطى في داري، حبلك بغيتو تجلسوا هنايا. واش من عرابل ولا للشيطان؟ واش من فلوس؟ راهي واحد البنيه يتيمه 2000 ريال شادين من عندها، راه ما فحالهاش، راه كلشي في سبيل الله. وما بانش لك هاد اليتيمه، وما كاينش مصعب من اليتم ديال الكبر. انا يتيمه ومقطوعه من شجره ولا حنين لا رحيم سوى الله سبحانه وتعالى. اخرج احجر العافيه لما خرج عطاني اتساع واخوي وليا محالي. وامي راه الناس كيتسناو، قولي لي شنو غندير معاهم. شوفي وليداتي مساكن فين غنديهم؟ واش ما غيبقاوش فيك؟ فين غنمشيو؟ اديهم فين ما بغيتي، من كثرك بهليات ومن كثرك بحبابات. يا قلتي من كفه النص في دكاله. ايوا اللي عنده شي هليات ويبانو عليه، واللي عنده شي حبابات ويبانو عليه. فين هما؟ تبارك الله عليك اخالتي صويت عندك ديال تنكافت. هاي 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 الهلي يحييك ولا يتمناك ولا جر الزمان عليك. فتيحة جديدة يوم اللي يعرفوها، الصغير كيعرفها والكبير كيعرفها، بنت لالة كرقية اللي مجدولي الذهب والجوهر الحر اللي انتي عسم عبيه، ونجي نقف معاكم اللي يحيك ولا يتمناك. بردي من علي الشيطان، يجي الراجل نتفاهم. سمعي يكون هي خاطر. سمعي نقول لك انا ما خارجاش من هنا اليوم، غتجمعوا هي حوايجكم وغتخرجوا اليوم، غنبدل القفل. يلا حيدي. مي انا غنبقى هنا غندير شي حاجه، غنبقى هنا غندير شي حاجه. ماشي يلاه هنا جالسه انا نتفاهم. ما بقاش التفاهم اليوم، تهزوا عليا حوايجكم، بغيت محالي اليوم. يلا وليداتي فين غنديو؟ وكواك الحق. تحكمت في الابتدائي وكانوا عندي امال في استئناف، واليوم قالوا لي ما تخافيش غيكون عندك امل باش تبقاي ساكنه فيها، انت قديمه فيها. وكنت فرحانه، وجيت ملي عرفت ما كاين داك الشيء فرحانه بهذا الشيء اللي عندي وفرحانه بهذا العيشه اللي انا عايشها. ولكن من عيطات لي بنتي دابا قالت لي ماما راه حكموا عليك بالافراغ باستئناف نيت، وعيطوا لينا دابا قالت لك بقى لك غير باش يجيو ينفذوا. اسمعي هذا دابا راه غير حكم ابتدائي، صبري عليا غير تنشوف اش دار معنا المخزن. اش غيدير لك المخزن؟ براكه وغادي تستفدي. راهنا ردوا لك فلوسك، شاريه الدار ردوا لك فلوسك، عندك شي وثائق، عندك شي حاجه بينيها. اشنو تقول لي المخزن خصو ينصفني انا اللي درتي لي شرع يديك في داري وديري لي محل ديال تنكافت ودرتي اللي بغيتي. انت شوفي يا خالتي الله يرحم بها الوالدين، غير صبري معنا شويه، غير بيد ما خدم الوالد ودبرت انا على شي خدمه غنخرج لكم هاد الخربه ديالك بمره. هاد الخربه مقيومه بزباله الفلوس، بحيوطها، بسباقتها، بسواريها، بكل شيء ليها. هاد الخربه ساتراكم. شتي شنو ورقه المحكمه؟ اوليدي المخزن غيدير معنا اللازم هو تجمعي حوايجك وتخوي لي محالي. من الخاله خالتي ما خارجينش. اسمع انت، يا غتسكت يا غنجيب اللي سكت. بزاف امي وصلت المحكمه، بزاف تحقرت كنت تنقول الا ما كان عندي تحت يعني المخزن راه بايا وبات اي واحد، تنقول انا راه غادي يعطوني حقي، يعني انا مخلصه واجباتي كامله كورونا وتنخلص الكره
كورونا وتنخلص الموده وحيداتو لي في العيد الكبير. انا مخلصه الموده وجات في العيد الكبير حيدوا لي الموده. الموده وانتي باغا تعيدي مع ولادك وبقيتي بلا ما بلهدو. سمعي نقول لك الضو غادي تخلصي كامل. والله يا لاله على نخلص الضو كامل، يا كنا ساكنه لتحت وانتم ساكنين الفوق وديما كنخلصوا بالنص. هانتي هيا 8000 ريال شتيها 400 درهم، هيا 4000 ديالي. ديالاش هاد 4000؟ ديالاش هاد 4000؟ واش ديال الماكينه اللي كتضل دقدق ولا ديال المصلوح اللي نهار كله انتم تصلحوا في تكاشط، ولا ديال الموسيقى اللي ولدك النهار كله كسر الدنيا؟ قال لك حقه ما حقه كيتعلم الدقه المراكشيه يترك النقاقيف. شوفي وقري عليك ولادي، خلي عليك ولادي في الثقال. عرفتي ها هو حقي. حقك وحمدناك يا ربي وشكرناك ملي ولات كتهضر على الحقوق. وجي نوريك حقي انا شنو فين كاين. اجي نوريك انا حقي وانا غندير شرعي يديا باش تشوفي حقي ديالك كي داير. الشيطان هو البشر، ما كاينش شيطان غير البشر. حيدي هادشي ما ديالكش. نعلي الشيطان. الشيطان قلت لك هو البشر. هادي على البديه مازال نعجبك، مازال غادي نعجبك. قلت لك الحق هو حقي ومازال تشوفيه. واه يا العريس ضوي بالشمع البلدي ويلا جاك الزين. شما زين عندكم تتريسينتي غيبقاش. وهكاك وغامرت وقلت ولو ما نعيدش. ولادي الله يرضي عليهم قال لي واخا ما نعيدوش ما غيشوفنا حتى واحد غنسدوا الباب. ومشيت ورجعت المواقن في سميتنا ورجعتهم في سميتنا وبتمل العيد اللي كنت غنعيد به. ودخلت الموضة باش ما نخليش ولادي بلا ما بلا ضو. هذا الوقت ما بقاوش يفكروا في الدروش. الغني ما تيشوفش في الفقير. أمي سعاد الحبيبة أمي جاهدات كتخدم في كل محل، تشقى تخمل طيب تعاون وتنقف للناس اللي ما في حالهمش وباش ما كان. ديما قانعة وحمد الله، المهم تجيب لوليداتها باش يعيشوا. وأملها الكبير هو القانون ينصفها ويعاونها ويجيب لها حقها. ظلموني بزاف، قلت شي من جيه، وحتى اللي حنين فيك اللي تقولي في كتافي ما كاينش. تنقول انا كتافي خاوي من بعد الراجل وبنتي وولدي. حتى واحد اللي غادي يجي ويقول ما عداش باش تغدى او باش تعشى او راجل معاق وكورونا هذه غادي تجيبو ليه باش تخلص الموضوع ما كاينش. وهكاك تنقول الحمد لله. انا شي حوايج ما تنبغيش نقولهم لولدي باش ما يتعقدش، شي حوايج ما تنبغيش نقولهم لبنتي باش ما يشوفوش فاشي ناقص. تنقول خلي معدي لداخل لي يكفيني انا نعرفهم انا لداخل. انا حتى في هاد الخدمه ديال التنقيف تنمشي نخدم بحوايجي تيعطوني 100 درهم وتنهز فيها ونصبن فيها اللي هما انا كاين الحريفين اللي تخلصي ويجي. انا نقول خاصني نعاونهم في الدار باش يعاودوا يعيطوا عليا نهار السبت باش نمشي نقف معاهم نهار السبت. حط هذاك التليفون ونوضه وليدي جيب لي الصخر. هذا جيب لي 5 دراهم ديال الصابون البلدي و5 دراهم ديال الجكس الرطب وثلاثه الحامضات. دابا ما تمشي واش نكفوا ولا غدا تشقاي يا ودي. كلشي هو هذاك، نشقى معاهم ونغسل لهم الماعن ونسيق لهم الدار ونقي العطريه، ما كاين حتى شي مشكل. هادشي وليدي باش نهار السبت يقولوا لي اجي تنقي يا سعاد. امي راك نكافه ماشي خدام عندهم. يا نوض سير، نوض سير وليدي الله يرضي عليك، نوض نجيب صخرة. وكثرت ما كنت نخدم مع هاد النكافات اللي مشي انا نشقى عليهم باش يعيطوا عليا نهار السبت. سبت المعيار تنسمعو تنديرو شطيح ولعب ولو هما راه عليا المعيار وانا تنرجعو
بحال ما فهمت والو، باش نبقى نخدم مع هذوك الناس، باش انا نبقى نجيب لولادي داكشي. دابا ما تجي كلو ب 8000 ريال من الخميس حتى نهار الاحد، راه بزاف عليك يا وليدي. 8000 ريال على اربعه المركوبات ديالك الجرف. امي الحمل بدا كيتقال عليك وخصني نعاونك. شوف اوليدي انت دابا كمل الستاج ديالك وان شاء الله تاخذ خدمتك، وديك الساعه نجلس انا في الدار. واخا ان شاء الله يكون خير. يلا سير اوليدي دغيا ما تعطلش. تقول كان عندي اول ما ندير بعدا نخدم مع ولدي، عنده 26 عام، درت ليه التكوين وطلبت ناس وخدم في الجرف ومشى باش يتخلص في شهرين، قالوا لي غير 16، وانا 1000 ريال النهار اللي تنعطيه باش يدي الماكله وما خلصوش، وفي العيد الكبير ما عيطش معايا وخدم في هذيك الخدمه وما خلصوش، قالوا هذيك شهرين 16، وانا كنت فرحانه. قال لي يا ماما هاد الشهرين غنعوضك بها، مني ما خلصوش الدري جات هو انهيار عصابي. ناخذوها قدوه للمراه المناضله. كنا كنهضروا على المراه المقاومه، وحنا في هذا الفضاء ديال الذاكره ديال المقاومه، فحنا كنشوفوا واحد النوع ديال المقاومه، هذا بحد ذاته نوع من المقاومه، قاومه الظروف، قاومه الفقر. ومع ذلك قالت انا سعاد خصني نكبر وليداتي وخصني نخرجهم وليدات صالحين، ونضمن لهم على الاقل واحد النسبه من العيش الكريم، وفضلت انها تتعب هي وتخدم وتخلي الوليدات يقراو. فما عندنا ما نقولوا في هذه المراه الا اننا نرفعوا لها القبعه ونقول لها لاله سعاد الله يعطيك القوه وتكملي ان شاء الله، ومازال غدا تعطي ومازال غدا تكملي ان شاء الله يا ربي. خرجت بنتي من المدرسه، رغم ذلك بواها قال لها ما تخرجيش من المدرسه تبقاي تقراي. قالت لي يا ماما غيدور فيا بابا. قلت لها لا اتفقتي معايا ما غيحش بك بين ما انت متفقه معايا. وخرجتها في عود غنمشيو عند وحده تماكي ليها ب 10000 ولا 8000، بنتي تماكي عب 3000، ورغم ذلك المكياج غالي. وقالت لي يا ماما نعاونك وما نسيقوش بابا الخبار، حيت باهم عزيز عليه بنته بزاف. شتي ماما هذيك صوبتها. تبارك الله على بنتي، تبارك الله على بنتي، تعلمتي حرفة امك، بارك الله عليك. انا ريتها بنيتي بغيت نهضر معك في واحد الموضوع. المهم الله يسمعنا اخبار الخير. بغيتك تخرجي من القرايه. ها شنو تخرج من القرايه؟ وانا راني محتاجه اللي يكون معايا واللي يعاونني ونبقى نجيب البراني. ولكن اش غيقول بابا في هذه القضيه؟ باباك محتاج ليا وخاصه نعاونو، وبالك يبقى مشطور عليك بالليل. ايوا امي اش نقول لك، ما عندي ما ندير، نعاونك انت ونعاون بابا في هذه المحنه ديالو. اللي خطي لي البنات، اللي خطي لي البنات. وان شاء الله غادي حتى هذه الحرفه راه فيها ما يدار، وان شاء الله تولي بخير وعلى خير. شوفي بنيتي المكياج تا هو راه مزيان، غدا ان شاء الله نديك لاله زهرة نشريو المكياج كامل اللي خاصك، ونمشيو نتي تماكي العريسات وانا نقف ليهم، وديك 4000 اللي بغيتي البراني اللهم فيك بنيتي. واخا امي انا معاك، انا معاك، واخا ما باغاش نفرط في القرايه ديالي، ولكن راه ما عندي ما ندير. بنيتي اش غادي نقول لك، راني محتاجه ليك ومحتاجه اللي يعاونك، وخصنا نكونوا مع باك في هاد المحنه. أمي سعاد تأزمات ظروفها والظلم طغى عليها، حاولت تشبت بدارها اللي عاشت فيها كتر من 18 عام، فيها ذكرياتها
طرف من حياتها مع زمانها راجلها ووليداتهم. واللي زاد أثر هي أنها حست بالظلم ملي تعرضت للمضايقات كثيرة اللي وصلت حتى للتهديد كيف ما كتحكي في قصتها. تكرفصوا عليا بزاف، أنا تنخرج بنتي وولدي، هذا هو أمالي باش ما يمسوهمش، باش ما يمسوهمش، حيت مهديني بيهم. جروا البنت، جروا الولد، جروا البنت، جروا، وربي معايا. كاع اللي تيكريوهم عليا باش يجيو لبنتي يشوفوها تيمشيو، أو يبغيو يجروا ولدي تيشوفوه ويمشيو. الراجل تشارجا بزاف، حيت ملي تنكونوا ناعسين، أنا عندي واحد الفيديوهات إلا سمعتي موحال تنعس، شي فيديوهات إلا سمعتي موحال تنعس، من 12 ونص والفوق ما يزقوش بالخبيط. وتجرس دادر حتى نص الليل، والكلام الخايب والموسيقى بالجهد، والدراري كيبغاو ينعسوا بكري. والله العظيم الا وليت كنحشم ولدي يسمع هادشي. غيز ليا دوك خلينا بالصبر دوك المسامر. صبري يا سعاد، حتى اللي متو حنا صابرين، حتى اللي متو حنا فهاد الدل غنبقاو عايشين. والله العظيم الا كتجي كتبدا تغوت ما كنقدرش نهز فيها العين ولا نقولها حتى كلمه. عارف وعارف خصني نلقى حل، وبجهد الله غنلقاه. امتى؟ راني خايفه منها، خايفه على ولدي وخايفه على بنتي منها. صبري معايا يا سعاد، يدور شويه الحركه، غير من هنا للصيف ومرسى يدور فيها الرواج ويحن علينا الله ونتحولوا حنايا من هنا كاع. لا لا سيدي، انا هادي داري 18 عام وانا فيها، ما عنديش فين نمشي، غنبقى في داري جالسه. الو سعيده، ويا فتيحه، فتيحه اللي معاك، ورا النمره طالعه عندك. شوفي ما ديريش بحسابي اليوم، صيفطي لي الغدا وصيفطي لي حتى العشاء، انا راه في الدار الفوقانيه. اه شوفي، ودوزي عند مصطفى مول السيديه، تجيبي لي كاع السيديات ديال الشعبي كلهم، جيبهم لي. واخا شوفي ما تنسيش لي الباف، شي باف يكون كيخرج الصوت من داك الشيء الرفيع. اه سعاد كتزيدي على ما بيا، واش انا كرهت؟ هي ما قادرينش نواجهوها، ما عندنا كنديروا محامي يدافع علينا، المخزن بقى يجي ياخذ حقنا، تلفت ضغط. تي عارفه سعاد، الشوكه هي الاخرى ما بغيتش تدق وليداتنا، وانا كنبات كندمر في المرسى ونضل كنخمم في هذه المشكله، في هذه المصيبه. بارك عليك. تنشوف تنعي وتنقول لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ولكن هذا البرنامج يدوز غتشوف وغتعرفني، حيت عدات بزاف وحقرتني بزاف، لدرجة نهار 27 في رمضان الناس صايمين، وجابت لي 11 واحد بالسيوفة. خليني نخرج أبوك، واش ما كتسمعيش باللي كيغوتوا؟ لا لا ما تخرجش على عربيتي. خليني نخرج أبوك. مال عربيتي اش غتقول لهم العار؟ شوف أوليدي أنا غادي نخرج وغادي نشوف ما جبغا، علاش نصيفطهم لينا على العار أوليدي على العار؟ شو بغيتي يقولوا؟ شو بغيتي يقولوا الناس؟ ما عندناش رجال ولا صافي، حيت شافوا الكوبا كاين شي حكروا علينا. خليني نخرج ليهم، خليني نخرج ليهم، خليني نخرج ليهم، نوريهم واش تنزوع. ورغم ذلك ما خفتش، خليت بنتي وولدي لداخل وخرج، قلت الا بغى الله نموت اليوم نموت، ولكن الحمد لله دوك الاولاد عرفوني وشافوا راجلي وقال لي احنا معاك
حيت هاد المراه ما قالش لينا هكا، وقلت هذه نعمه من عند الله حيت هما جايباهم ليا، وصدقوا هذوك الناس حنوا فيا وشافوني وشافوا راجلي، قال لي ما نقربوش ليك وما نمسوش، خلي المخزن هو اللي قال لها وسيري المخزن يعطيك حقك. واش ما كفاكش هادشي اللي درتي فيا؟ مصيفطاهم ليا مهجيني ومهجين ليا ولادي، كون خرج ليهم ولدي، ها؟ كون خرج ليهم ولدي، واش ما كتفكريش كون دار شي كارثه وتكوني انت هي السبب فيها؟ وندير كثر، وإلا بغيتي ولادك حداك وتشوفيهم قدام عينك هي اللي خرجتي ليا من داري. شوفي لالا، هادي داري وما خرجاش منها حتى يجي راجلي، وأنا مخلصة كراها. تيجي راجلي؟ على فين مشى بسلامته؟ مشى يجيب الورد ديال باه ولا ديال عمو؟ ولا ضحكي انت اللي وداك الضحك، ما حاسه لا بالجيعان ولا باللي بيت عريان. تمسكني تمسكني، شتينا هاد التمسكين كيدخلش ليا راسي، وما عنديش مع ماليه وكندير معاهم اللازم. لازم درتيها بنت الدار الكبيره، اش باقي من لازم اخر بنتي؟ مازال غادي تشوفي، مازال عطي يعطي. سمعتي، ولا درتي قفل ديري جوج، درتي ساقطه عاودي ديري ساقطه اخرى. شتي انا راه ما غتفكك معايا حتى حاجه، لا تمسكين لا سوارت لا قفوله، اللي غيفكك معايا هي تخوي تعطيني اتساع خوي ليا داري. بغيت نسبخ، باغا نتبرع في محالي، داري وما خرجاش منها. ايوا واخا واخا، احنا غنشوفوا دار من. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حتى واحد ما حس وقال لي راه برا وراجل هادي، او قال راجلها ضحي على وليداته بيكو عليها، حتى انا تنجيبها بدراعي تنجيبها بدراعي، ولكن حقروني هاد الناس. انا اخرج ما يديروش لك بحال هكا، ما يديروش لك بحال هكا. عمرني بكيت واليوم بكيت، ما عمرنيش عاودت اسراري اليوم، ما عرفتش ما عمر شي واحد عرف عليا شي حاجه. الاخت مالي كتقول لك عمر شي واحد ما عرف عليا شي حاجه؟ انا في العيد ما بعيدش نقول لهم انا جايبه راه السوق، ما حلاش الباب ودخل عندي شي واحد وشافو عندي ولا ما عنديش، والحمد لله. وتنبقاو تجي تقول يا ماما اش غندير، وتنقول لها داكشي ديال الله، وتيمشي باها وتي يفرح ولادو، وتيقول لهم ما نخليكمش وليداتي ولو نموت، والحمد لله تاني. وهادشي كامل تنقول كانت عندي السكنه، ما نخليش هاد الناس يحقروني، ما نخليهمش يكرفصوني، ما نخليهمش يديروا لي هادشي اللي داروا لي. أمي سعاد الحبيبة أمي مرة صبارة وقانعة باللي عطاها الله، حلمها هي ورجلها يدركوا الدار اللي تجمعهم ويرتاحوا فيها هما وليداتهم. أمي سعاد الحبيبة أمي كيف كتقول كتافها بردو وصبرها تقاضى، تشبتات الدار اللي كارية بلا نتيجة وتعرضت للإهانة، ولأول مرة فرغت قلبها. أمي سعاد الحبيبة أمي